بوسوا شوارب بعض. أنا ما بوش شوارب حدا، وخص نص اللي معاديني. لك يا ابني ما حدا معاديك، القصة وما فيها إنه أبو إبراهيم اتهمك سرق ذهباته، واللي عمله أبو شهاب واتفقت عليه بين عضوات الحارة. شيخي! أنتوا كلياتكم معالي الحارة اتهمتوني. تفضل شيخي، هاي المصحف. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إذا عشري تعال أنت. حط ايدك على المصحف وحلف انك ما نزلت على بيت ابو ابراهيم ولا سرقت ذهباته. واللي بيحلف يمين كاذب يا ويلو من الله، واللي بيحلف يمين كاذب يا هون يا بي؟ شو جابك هلا ولا؟ نسيت الشنقة رجعت آخذه. خدو. بس ليش هيك رابط الدجاجة بالحبل الواحد عم تستنى؟ لك عود بلا علاك، عود. صعدي له للحناش. حناش؟ ايه حناش. ليش ما قال لك أخوك معروف إنه في حناش عم يطلع بيتفتل بأرض الديار؟ وليه؟ لا والله ما قال لي. لأنه بغل بس ناقصه دناب. أنا قلت له يخبرك مشان تديروا بالكم. أيوه. وهلا هيك يا بي بيطلع الحناش؟ ايه يا بي ايه. انا شو بعمل؟ بحط الدجاجة وبربطها بالحبلة، بيجي الحناش بيبلعها هي والحبلة بيبلع هيك بس علقت بسحبه هو وياها، جيبه لعندي وبقطع له راسه بالفاس. هذا الجن معناتها يا بي انا رح اكمش الحبلة واسحبها وانت بتقطع له راسه. مسيك اصبح مسيك، بس ما بتعمل شيء قبل ما اقول لك انا. ها حاضر يا بي. وينه الحمار؟ رابطه برا عند الباب. قوم 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 جيبه احسن ما يسره شي حرامي. قوم يا بي معنا بالحارة حرامية. شو هالحكي؟ لو كان مين سرق ذهبات أبو إبراهيم؟ يا بي دينك ذهبات مو حمار بنص عمار. نص عمار؟ قوم ما حدا بنص عال غيرك. قوم. Thank you.
دخيلك يا معتز فايق لي عم عصام بسرعه على الحارق. مين يا معتز؟ دخيلك يا عم عصام اخي معروف قرصوا حنش. يا لطيف يا لطيف فكر الله اني جاي جاي جاي. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. يا رب يا رب. من هون عمي عصام تفضل. يلا يا رب. بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. عصام معروف مختار شي؟ انا لله وانا اليه راجعون. شو مات؟ لك معروف؟ لك يا بيه؟ لك يا معروف؟ لك يا حبيبي؟ لك يا معروف رد علي يا بي رد على أبوك لا تموت إيه لك أنا عايش من شانكم كل شي عملته إلكم ها إلكم حليف على المصحف الشريف انك ما نزلت على بيت ابو ابراهيم ولا سرقت ذهباته حليف 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 وين عفيف؟ ليلك ماشي شو وينك انت وليش هيك الحاره فاضيه؟ لكن مو كل رجال الحاره بالتعزايه تعزايه تعزايك مين؟ والسابقون السابقون أولئك المقربون أولئك المقربون في جنات صدق الله العظيم الفاتحة. عظم الله أجركم شكرا الله عظم الله أجركم شكرا الله وسعيك عظم الله أجركم شكرا الله وسعيك عظم الله أجركم شو يا بي؟ لساته الجرح ميجعك؟
قوم صاري قوم قمروا على شغلك. شو شغل ما شغل هلا يا صبحي؟ خليني اطمن على عمي حرام. يا قسما بالله منظره بيقطع القلب. هيك رب العالمين رايد. الله يعافيه. امين يا رب. بدي اشرب مي. الله يسلم الايدين يا مخاطر. الله يسلمك. يعني ما كنتوا تعشيتوا معنا؟ والله انا مشتاقه لصهري رياض. الله يخلينا اياك يا مرت عمي ويطولنا بعمرك. معلش يا مخاطر، في جوز كلام بدي احكيه مع رياض وبدنا نحكيه على رواق. طيب بس تخلصوا عشاء نادولي مشان اجيب لكم فواكه. انا رح اطلع يا بني. لا عود عود، الحكي لك كمان. امرك يا بني. يا عمي، انت بتريد الناس يحكوا علينا ويجيبوا سيرتنا بالعاطل بعد العمر؟ اعوذ بالله عمي، اللي بيجيب سيرتك بالعاطل بقص له لسانه. اها، انت هلا عم تخلي الناس واولاد الكار يحكوا علينا. انا شو بدهم يقولوا لك؟ كان صهره لابو خاطر عم يشتغل عند غريب بالسوق وابصر شو في بيناته. خاطر غلط بحقك وتصرف بولدني، مزبوط ولا؟ مزبوط يا بي، انا غلطت بحقك صهري. وانتو اخوي يعني لازم تشيلوا شغل الدكان بيناتكم، لازم تكونوا ايد وحده، كل واحد منكم يهمه مصلحه الثاني ويخاف عليه. عمي انت فصل وانا بالبيس. من بكره بتزرع على شغلك، وانت وخاطر تعتبروا الدكان شراكه بيناتكم وانتو اصحابه. اعوذ بالله عمي، انت كبيرنا وتاج راسنا. وطول ما انك عايش يا بي الله يطولنا بعمرك، نحن ما لنا شيء. وبخصوص البيت بورس ايدك عمي، انا طالعني من هالسيره ومن بعد اذنك يعني بدون ما تزعل، اذا حابب تعطي شيء على حياه عينك اعطيها لزهره. انا راح اكتب البيت لزهره، حبكن تعدوا فيه ما حبكن انتو حرين، وراح اشتري بيت لخيريه بس يجي نصيبه بتاخده. وانت يا ابني هذا البيت اللي قاعدين فيه راح يكون لك، بس ما لك حق تتصرف فيه الا بعد ما الله ياخذ امانته الي ولامك. شو هالحكي يا بي، الله يديمكم فوق راسنا. الحق حق يا ابني، مثل ما اعطيت زهره انت كمان لازم تاخذ. سمو بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا ابني. شرف صدري. الله يسلم الايدين.